الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. الأسئلة التي راح الإنسان يطرحها على نفسه دائما منذ بداية الكون: من أين أتينا؟ ومما نحن مكونون؟ وما الذي نفعله هنا على هذه الأرض؟ وما هو معنى الحياة والكون؟ ومن سيجيبنا على هذه الأسئلة؟ لطالما اعتبرناها منسوبة للدين والروح، ولكن أيمكن أن يكون للعلم الدور الأكبر في فك رموزها؟ لنسرد الحكاية من أولها. كان يا مكان في بداية الزمان إنسان يلجأ إلى الروحانية والدين في محاولة منه لسد الثغرات التي لم يتمكن العلم من فهمها. فكانت الهزات الأرضية والأمواج المتذبذبة مثلا تفسر بحسب المعتقدات القديمة على أنها ناجمة عن غضب الإله بوسايدون، وهو إله البحر عند الإغريق. ولكن مع تقدم الوقت قام العلم بإثبات أن هذه الآلهة ليست سوى أوثان زائفة، وقام العلم بدوره ليجيب عن كل الأسئلة الخاطرة على بال الإنسان تقريبا، ولم يتبقى بالتالي سوى القليل منها. الأسئلة المتعلقة بالمسائل السرية والخفية كتلك التي ذكرناها سابقا، ولكن لم تنتهي الحكاية بعد، فما زال في جعبة العلم المزيد. ليوناردو فيتيرا واحد من العلماء المختصين في مجال الفيزياء والجسيمات، العامل في مجمع سيرن الأوروبي الممتد كيلومترات تحت الأرض باعتباره أضخم مسرع جسيمات صممه الإنسان، وقد قام مؤخرا مع ابنته العالمة فيتورا فيترا باكتشافات علمية مذهلة، حيث نجح بتجربة لخلق مادة هي الضد للمادة التي نراها أمامنا، أسماها المادة المضادة، ذات طاقة هائلة تفوق تلك التي تمتلكها الطاقة النووية، تولدت عن طريق تصادم الجزيئات بسرعات خيالية. هذا الاكتشاف من شأنه أن يكون محاكاة لنظرية البيج بانج القاضية بوجود مصدر هائل للطاقة أوجد الحياة. عند الساعة الثالثة بعد منتصف الليل وجد عالمنا السيد ليوناردو فيتيرا مقتولا، موسوما بوسم غريب على صدره، وسم إلوميناتي الطبقة المستنيرة، أول جمعية علمية وفكرية سرية في العالم. منذ أيام العالم الإيطالي الشهير غاليليو كانت تضم العلماء المضطهدين من قبل الكنيسة، فلطالما كان الدين يضطهد العلم في ذلك الصراع التاريخي بين الكنيسة ورجال العلم، كان هناك هوة هائلة تفصل العلم عن الدين، وبالتالي كان العلماء في القرون الوسطى يضطهدون ويقمعون من قبل الكنيسة لكشفهم النقاب عن الحقائق العلمية التي تعتبرها هرطقات وخروجا غير مقبول عن تعاليم المسيح والكتاب المقدس. إذن لماذا بعد كل هذا الوقت تعود الإلوميناتي للظهور وتقتل عالما؟ أتنتهي حكاية الإلوميناتي عند هذا الحد؟ في نفس وقت اكتمال التجربة العلمية في سيرن وفي الفاتيكان في روما، يموت البابا ويدعى الكاردينالات من كافة أنحاء العالم لاختيار البابا الجديد للكنيسة الكاثوليكية. تستمر الأحداث الغريبة، ففي وقت يشهد فيه الفاتيكان أهم اجتماعاته والمتمثل بالخلوة الانتخابية لتعيين البابا، يخطف 4 من الكاردينالات النخبة ذوي الحظوظ العليا ليكونوا خلفا للبابا المتوفى حديثا من قبل عدو يتوعد مهددا بتفجير الفاتيكان بالكامل. من وراء قتل العالم وخطف الكاردينالات النخبة والتهديد بتفجير الفاتيكان؟ أهما من فعل شخص واحد؟ وذلك كله خلال أقل من 6 ساعات وفي دائرة مكانية صغيرة هي الفاتيكان وكنائسها، من خلال وتيرة سريعة وأحداث مثيرة ومتلاحقة يتصادم فيها التاريخ مع الواقع والأساطير، تنتقل بين أشهر المواقع الدينية والتاريخية في روما. مكتبة الفاتيكان وأزقته وممراته وسرادبه السرية، والكنائس القديمة في العاصمة الإيطالية بتماثيلها ومنحوتاتها. فدان براون يمتاز بروعة تصويره الدقيقة لجميع الأماكن التي يمر بها أبطال روايته،
فهو قادر على خلق مناخ تصويري في ذهن القارئ يجعله معايشا للحقيقة. في ملائكة وشياطين يصحبنا دان براون برفقة روبرت لانغدون، عالم فك الرموز وتحليل الشفرات، والعالمة فيتوريا، في رحلتهم للمساعدة في كشف طلاسم هذه الجريمة البشعة، وذلك بسبب الرمز الموسوم على صدر الضحية. ينقلنا دان براون إلى قلب العد العكسي قبل الانهيار الكبير. في تلك الرحلة بين شخصيات تاريخية وعلماء ومنحوتات وتماثيل وأعمال فنية تضم ألغاز وأسرار ترجع إلى قرون خلت، قد تقود إذا ما أحسن لانغدون تفسيرها وتتبعها إلى إمساك القاتل والخاطفين وإنقاذ الفاتيكان. فمصير الفاتيكان قد أصبح الآن مرتبطا بقدرة لانغدون على حل الألغاز وقراءة الرموز الخفية. فمفتاحنا ومرشدنا هي تلك العبارة: دعوا الملائكة ترشدكم في ضالتكم، إن درب التنور قد رسمت. الرواية تجسد الصراع الأزلي بين كل متضادين، الصراع الأزلي والمواجهة بين الحق والضلال، الخير والشر، النور والظلمة، الليل والنهار، العدل والظلم، الجنة والنار. المواجهة بين الملائكة والشياطين، بين العلم والدين، ولكن أهما عدوان أم حليفان؟ فلسفتان متعارضتان أم متناسقتان؟ هل هما حكايتان لقصة واحدة توصلنا لحقيقة واحدة، أم أنهما قصتان مختلفتان؟ هل سينتصر أي منهما على الآخر في النهاية؟ أم لسنا في صراع لنرى من منتصر؟ إلى أن يبت في هذا الأمر، سنكون أكثر دقة ونقول أن الرواية تسرد المواجهة بين رجال العلم ورجال الدين، بين الطبقة المستنيرة والكنيسة، بين مجمع سيرن والفاتيكان، كما رسم لنا دان براون في مخيلته العبقرية، من خلال فصول عدة غنية بالمعلومات الدينية والتاريخية والأثرية والعلمية عن الذرات والطاقة والمادة، عن أخويات المتنورين ورجال الدين والمعماريين وربوزهم، مفعمة بالتشويق تزرع الشكوك في كل شخوص الرواية، لتتركك عاجزا عن إفلات الكتاب قبل معرفة ما سيحدث في النهاية، ومتمنيا زيارة الفاتيكان للاطلاع على كنائسها وعمرانها وفنونها وألغازها الغامضة، والمكوث في مكتباتها الضخمة لسنوات عديدة. وإلى أن يتحقق ذلك وتقوم بزياراتها على أرض الواقع، استمتع بالزيارة من خلال صفحات هذا الكتاب المذهل في رحلة فريدة من نوعها.